وللمزيد من النقاش حول مجلس النواب ودوره خلال الفترة المقبلة ونجاح الدولة في إنجاز ووجود مجلسي للشيوخ والنواب، ينضم إلينا الآن هاتفيا الأستاذ محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر. أستاذ محمد، بداية نرحب بك في هذه الجولة من الآن. يعني تابعنا يوم أمس الجلسة الأولى لمجلس النواب، والتي ظهرت في الواقع بشكل يعني مشرف جدا، وخاصة في الصورة التي أرسلتها للعالم والالتزام بشكل كبير بالإجراءات الاحترازية. كيف تابعت يوم أمس انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب؟ يعني اعتقد انه انعقاد الجلسه الاجرائيه الاولى لمجلس النواب الجديد دي رساله اكدت للعالم قوه الدوله المصريه وقدرتها، وايضا تاريخها السياسي الراسخ، الحضور في ظل جائحه كورونا والتنظيم والاجراءات الاحترازيه اللي اتخذتها الامانه العامه لمجلس النواب واجهزه الدوله المختلفه لانعقاد المجلس في ظل هذه الظروف. اعتقد دي بتدلل قد ايه الدوله المصريه لديها القدره على استكمال مسيرتها، لانه يمكن زي ما التقرير اللي سبق يعني منذ قليل، وهو الحديث عن دوله 30 يونيو اصبحت دوله راسخه قويه قادره لديها القدره على استكمال كافه ملفاتها الخاصه بتطوير الدولة المصرية والنهوض بها خلال الفترة المقبلة. وجود مجلسي الشعب والشيوخ في هذه المرحلة واكتمال البناء النيابي للدولة المصرية، أعتقد ده أمر مهم جدا، ويدلل أيضا على أن هذه الدولة لديها مستقبل واعد خلال الفترة المقبلة. طيب أستاذ محمد، وزي ما حضرتك أشرت، بعد 30 يونيو دولة راسخة قوية بمؤسساتها، أيضا يعني وجود غرفتين للبرلمان لأول مرة من سنين النهاردة، في رأيك كيف سيثري هذا الحياة النيابية في مصر اليوم؟ بالتأكيد عودة الغرفة الثانية للبرلمان ووجود مجلسي النواب والشيوخ جنبا الى جنب سيسهل الحياه النيابيه بشكل كبير جدا. نحن لدينا دوله حديثه، لديها دستور جديد، لديها عدد ضخم من القوانين والتشريعات التي تحتاج الى العرض على البرلمان، فيسهل بشكل كبير وجود مجلس النواب مجلس الشيوخ الى جانب مجلس النواب، سيساهم بشكل كبير في انجاز هذه المهام، بالاضافه إلى المهام الرقابية التي يقوم بها مجلس النواب بالنسبة لأعمال الحكومة. وأعتقد دي بتدلل قد إيه إنه هذه الدولة الحديثة سوف تواصل عملها من أجل مستقبل أفضل لمواطنيها، لأنه في حال وجود برلمان قوي في تشكيل أو في تمثيل لحوالي 13 حزب، أعتقد ده بيدلل على قوة هذا البرلمان وتنوعه، بالإضافة إلى وجود الشباب داخل البرلمان والتمثيل الكبير للمرأة في هذا البرلمان، برلمان 2021. أعتقد ده أيضا رسالة قوية بتدلل على قوة الدولة المصرية. طيب إلى جانب لأنه رسالة أستاذ محمد، يعني أسأل حضرتك هنا عن هذا التنوع الذي تحدثت عنه في مجلس النواب الجديد، كيف سينعكس في رأيك على أدائه أيضا وتمثيل مخرجاته في الفترة القادمة؟ أنا أعتقد أنه وجود يعني مختلف أطياف الشعب المصري ومختلف فئاته داخل البرلمان، أعتقد ده هيزيد من حجم القضايا التي سيتم مناقشتها لتشمل كافة المناحي الخاصة بالحياة بالنسبة للشعب المصري. التمثيل الخاص بالمرأة أعتقد سينعكس بشكل كبير جدا على قضايا المرأة، أيضا التمثيل الخاص بالشباب سينعكس بشكل كبير أيضا على مناقشة القضايا الشبابية والقوانين التي تهم يعني يهتم بها الشباب ويحتاج إليها الشباب في خلال الفترة القادمة. ده بالإضافة لأن احنا بقى عندنا تكوين مهم جدا، اعتقد ان هو بيعتبر نموذج، ونتمنى انه هذا النموذج يبقى ليه تاثير في الحياه السياسيه بشكل كبير، وهو تنسيقيه شباب الاحزاب. تنسيقيه شباب الاحزاب اعتقد هذا التكوين السياسي المهم الذي يؤثر في نقاشه لكافه القضايا. المصلحه العليا للوطن ده تمثيل مهم جدا جدا، بيمنحنا دلاله، وهو انه
المعارضة بات لها شكل مختلف. المعارضة ليست من أجل المعارضة، ولكن المعارضة من أجل مستقبل أفضل للوطن، مناقشة القضايا الخاصة بالوطن برؤية خارج الصندوق. أعتقد ده أمر مهم هيكون ليه تأثير على مشروعات القوانين التي ستعرض على البرلمان، والتي سيكون لها تأثير في حياة المواطنين. أيضا وجود المرأة في البرلمان والتمثيل الرائع والمشرف الذي تمثله المرأة في البرلمان الجديد سيكون أيضا له تأثير على القضايا الخاصة بالمرأة بشكل كبير في خلال الفترة. وليس المرأة فحسب أستاذ محمد، يعني كمان المرأة تعكس بشكل كبير جدا قضايا هامة في المجتمع المصري، لا تتوقف على المرأة ولكن على العائلة المصرية بشكل عام. بالتأكيد، لأن المرأة إذا تحدثنا عن أنها نصف المجتمع، ولكن المرأة المصرية في الفترة المهمة في تاريخ هذا الوطن منذ 2011 وحتى الآن كان لها دور كبير جدا في حماية الدولة المصرية. المرأة المصرية هي التي استطاعت أن توقظ الشعب في للوقوف أمام هذه الجماعة الإرهابية واستعادة الدولة المصرية مرة أخرى. شاهدنا المرأة المصرية هي تقدم أبنائها للدفاع عن هذا الوطن، لأن احنا شفنا أمهات الشهداء هم يقدمون أبنائهم ولديهم الرغبة في تقديم مزيد من الأبناء للدفاع عن هذا الوطن وأمنه واستقراره. هذه هي المرأة المصرية بشكل حقيقي، هي المرأة المصرية التي تربي الأجيال التي تحمي هذا الوطن. المرأة المصرية لها دور مهم جدا في حماية أمن واستقرار هذا الوطن في الحماية الاجتماعية. بنشوفها لما تحملت المرأة، هي التي تحملت الإجراءات التي نتجت عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهي التي وقفت إلى جانب الدولة المصرية بقوة. لذلك دايما نوجه التحية إلى المرأة المصرية التي استطاعت أن تدعم الدولة المصرية خلال الفترة. طيب أستاذ محمد، هسألك في سؤال آخر وهو طرح هام، وأنت تتحدث عن دلالات كل ما يتعلق بالصورة النيابية اليوم، يعني شاهدنا شكل كبير جدا من أشكال التوافق بين لنقول رؤية القيادة السياسية المصرية والتوجه العام في الشارع المصري، وهو ما انعكس بشكل واضح في النواب المنتخبين وتنوعهم والذين أفرزوا عن انتخابات مجلس النواب، ومن ناحية أخرى ذات التنوع الذي شهدناه في قرارات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اختيار 28 نائب مكلف أو معين اليوم. فأستاذ محمد، في رأيك ما أهمية هذا التوافق الذي نشهده اليوم بين التوجه العام في الشارع المصري والقيادة السياسية؟ الدولة اللي بتستهدف أن هي تقوم بعملية بناء ضخم زي الدولة المصرية في الفترة الحالية، بتستلزم هذه او بيستلزم هذا الامر ان يكون هناك توافق ما بين مطالب الشارع وما بين الرؤيه التي تستهدف هذا البناء، لانه في النهايه الرؤيه التي توضع لاكمال مسيره البناء هدفها الاساسي هو الارتفاع في مستوى معيشه الافراد، النهوض بالدوله نفسها. ولذلك احنا شفنا المشهد دوت، وشفنا حتى كلمات الساده النواب رغم تنوعهم من احزاب مختلفه، الا ان احنا شفنا الجميع بيستهدف أمن واستقرار الدولة المصرية، بيستهدف استكمال مسيرة البناء. ما حققته الدولة خلال الفترة الماضية أعتقد بات واضحا للعيان وللجميع، وهذا ما جعل الجميع يتكاتف حول رؤية القيادة السياسية لاستكمال هذه العملية الخاصة ببناء الدولة المصرية. كمان في أمر مهم جدا، وهو أنه هذه الرؤية الطموحة التي تحقق جزء كبير جدا منها، ويمكن السيد الرئيس حينما يتحدث دائما يقول أننا حققنا خطوة من 1000 خطوة، وهو ده دليل على أنه في رؤية طموحة لهذه الدولة المصرية لتصبح في المكانة التي تليق بها، وهو ما تحقق خلال السنوات السبع الماضية. أعتقد ده كان أكبر دليل على أنه ضرورة تكاتف كافة الجهود، وهذا هو ما جعل الشارع المصري يؤمن بأن القيادة السياسية ورؤيتها هذه الدولة بتستهدف الصالح أو المستقبل الأفضل للدولة المصرية. لذلك الجميع يتوافق حول القيادة السياسية ورؤيتها في هذا الأمر. أستاذ محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل.